بسم الله الرحمن الرحيم. ده الامتحان الثامن في امتحانات كتاب ماي فريند، الامتحانات الشامله اللي على المنهج كله. اول سؤال معانا بيقول لك ذا شوز بوبيلاريتي. بوبيلاريتي دي معناها الشعبيه، ودي نون. الادجكتيف منها هو كلمه بوبيلار. بوبيولار دي معناها شعبي او مشهور او معروف. هاز ديكلايند يعني شعبيه العرض انخفضت او قلت. انت عارف بدايه قبل ما نحل السؤال ده ان يعني كلمه ديكلاين دي لها معنيين، معناها ينخفض او يخفض يعني، او يقل او ينحسر، اي حاجه من دول، وبتساوي معناها كمان يرفض. وانت عارف كمان ان لو معناها يرفض فانت عندك كذا كلمه في المنهج معناها يرفض، منهم كلمه ريفيوز اللي معناها يرفض، وعندك كمان كلمه تيرن داون اللي معناهم يرفض، غير ريجكت اللي انت عارفها قبل كده اصلا. المهم فكلمه ديكلاين هنا معناها ينخفض او يقل. الكلمه اللي بتساويها بقى احنا عايزين سينونيم لكلمه ديكلاين، ينخفض او يقل. انكارج يشجع، اتاتش يعني يرفق، ديتيريوريتد معناها تدهور او قل، فاسينيتد معناها ابهر، يبقى الاجابه كده ديتيريوريتد. اي ويل هاف ماي بايسيكل، دراجتي سوف تفحص. اذا حضرتك بتتكلم على سببيه، ايه اللي عرفك السببيه يا عم؟ ان انا عندي هنا هاف وبعدين الحاجه اللي هتتعمل، فحضرتك محتاج هنا في الاخر باست بارتيسيبل، فعشان كده هناخد فيكسد. هاف ماي بايسيكل فيكسد يعني دراجتي ستفحص ستصلح. بعد كده كومباني ميد لارج بروفيتس. كلمه كومباني معناها شركه، وانت عارف ان كومباني كومباني كده ممكن نجيب قبلها ا فتبقى كده معناها شركه، وجمعها جمعها كومبانيز شركات. وكمان عندك في كلمه اسمها كومباني اسم لا يعد بمعنى صحبه، والجمله بيقول لك ان الشركه حققت ارباحا السنه الماضيه. So they are hiring، عشان كده بيوظفوا موظفين اكتر. عكس كلمه بروفيتس ارباح، عكسها لوسز خسائر، جينز يعني مكاسب او ارباح، ريمينز بقايا، وتاسكس مهام، لكن لوسز خسائر. اوعى تلخبطها مع كلمه لوز دي اللي معناها واسع او فضفاض، وكلمه لوز اللي هي كده اللي هي الفيرب اللي معناها يخسر، لكن دي لوس معناها خساره. زي ار اكسبكتد. بص يا برنس، اول ما تبدا الجمله باي جمله في الدنيا، اي جمله في الدنيا تبداها بالمفعول، ولو كان المفعول ده ضمير فاعل يعني، نجيب بعده باست فيرب تو بي والباست بارتيسيبل وبعدين تو. وهنا بقى هنجيب حاجه من دول، يا اما تو والمصدر ده لو معلوم والمجهول منها هيبقى تو بي والباست بارتيسيبل، او انك تعمل حاجه تانية بقى انك تجيب هنا تو هاف والباست بارتيسيبل، ده لو معلوم والمجهول منها هيبقى تو هاف بين والباست بارتيسيبل. فسيادتك ركز كده، الله يبارك لك. انت هنا في الجمله بتقول لي احمد، على سبيل المثال احمد از اكسبكتد تو كم، احمد يتوقع ان ياتي، او to be taken أن يؤخذ، أو to have taken أنه أخذ، to have been taken أنه أخذ. فأنت بتقول بقى في الجملة حضرتك إن هم يتوقع أنهم يفوزون أو سيفوزون، يبقى أنت عايز كده مضارع أو مستقبل، فتاخد to المصدر على طول لأن الجملة مضارع أو مستقبل ومبني المعلوم. طب عايز أقول لك يتوقع أن هم يكونوا قد قتلوا، قتلوا دي ماضي، يبقى to have been killed لأنها ماضي. جبتها منين؟ كل حاجة موجودة هنا to have been killed. الجملة دي كده نستخدمها امتى؟ لو الجملة زمانها ماضي نستخدم التركيبة دي، لو الجملة اللي انت عاملها مضارع او مستقبل نستخدم التركيبة دي. الموضوع سهل وبسيط. رقم خمسة يا عم، بيقول لك the children الاطفال over which movie to watch. الاطفال ايه عن او بشأن الفيلم اللي هم عايزين يسمعوه. encourage يعني يشجع، وبعدها بناخد to الفعل في المصدر، وعكسها discourage اللي معناها يحبط، وبنجيب بعدها from والفعل مضاف له ing. طيب develop يعني يطور او يتطور، ممكن نقول develop a disease يعني يصاب بالمرض، urge you يعني argue sorry معناها يتجادل او يتناقش، و include يعني يشمل. والجمله على بعضها بقى الاطفال تجادلوا بشان الفيلم الذي يشاهدونه. وانت عارف ان الكلمه اللي معناها يجادل مع اللي مرت قبل كده معانا كانت كلمه reason with يعني يجادل مع. طيب في الجمله اللي بعدها the tea has run ايه؟ عند الجمله دي هجيب لك السبورة عشان اكتب لك حاجه احنا كنا كتبناها قبل كده مره، نكتبها تاني. عايزك تعرف ان عندك run out of، وعندك run out بس لوحدها. run out دي بنجيب الشيء الاول ونقول run out، معناها ان الشيء خلص من عندنا، لكن دي معناها نحن استنفذنا الشيء الفلاني. على سبيل المثال عايز اقول لك احنا خلصنا الزيت اللي عندنا، يبقى نقول we ran out of oil يعني احنا خلصنا الزيت. وانت عارف ان of عايزه مفعول بعدها فجبنا oil، او انك تقول لي اويل ران اوت يعني الزيت خلص. طيب ارجع كده لجملتك اللي انت شغال فيها حضرتك. في الجمله بقول لك ان الشاي خلص، يبقى انت هتقول لي ذا تي هاز ران اوت، او كان ممكن نقول وي ران اوت اوف، وتجيب لي بعدها تي.
طب missing the school bus must made her not. بيقول لك ان لما الاتوبيس المدرسي فاتها فده جعلها grumpy يعني متذمره. تشير في المبتهج زيها زي كلمه joyful لو انا مبتهج برضو. delighted يعني مسرور بتزيها برضو. وglad يعني سعيد. والناس دي كلها كده ممكن نحط مكان A و C و D نحط مكانهم happy ويبقى زي الفل. بيقول لك there is not tea in the bucket. هناك شيء ايه في الباكيت. هنا عايز اكتب لك ملحوظه عشان تركز فيها كده وتعرفها عشان دي جت قبل كده كتير. الملحوظه دي بتقول لك فيها يا برنس انك انت بتستخدم كلمه ماتش وبنستخدم ميني في حالتين اتنين، في حاله السؤال وحاله النفي عادي. فاقول لك مثلا هاو ميني، هاو ميني ستوريز او هاو ميني بوكس ديد يو ريد، كم عدد الكتب التي قراتها. ممكن اقول لك كمان هاو ماتش ماني، كم كميه المال اللي كانت التي تمتلكها اتملكها. او اي دونت سبند ماتش، يعني ما بصرفش كتير. ايا كان بقى انت عندك الجمله منفيه فخدنا ماتش، والجمله هنا سؤال فخدنا ميني، وخدنا ماتش عادي على حسب الاسم مفرد او معدود او لا يعد. لكن بقول لك ان الوت اوف دي الوت اوف بنجيبها في حاله الجمل الاثبات فقط، نسميها اثبات. فعشان كده اقول لك اي هاف الوت اوف فريندز، انا لدي الكثير من الاصدقاء. ممكن اقول لك اي هاف الوت اوف تي، انا عندي الكثير من الشاي. وزي ما انت سيادتك واخد بالك كده ان كلمه الوت اوف دي استخدمناها مع الاسم الذي يعد زي فريندز، ومع الاسم الذي لا يعد زي تي. وبمناسبه ميني وماتش والوت اوف، من باب الشيء بالشيء يذكر، انت عارف انك انت بتقول سو ميني ده على سبيل المراجعه طبعا ملهاش علاقه بالسؤال، وسو ماتش بنقول سو فيو، وسو ليتل ونقول كمان اتفقنا ان الناس دول كده عظمه وزي الفل. لكن سيادتك حضرتك لو قلت لي سو ا ليتل يبقى انت بتهبد. طب سو ا فيو عشان خاطر يبقى انت برضه بتهبد. طب سو ا لوت اوف يبقى انت بتهبد. ما ينفعش نعمل دي غلط. طيب امال امتى نستخدم ا لوت اوف؟ حضرتك بتقول ساتش ا لوت اوف وكده تبقى اخر دلع. لازم تعرف الثلاث ملحوظات دول لهم علاقه بالفكره اللي بنتكلم عليها. طيب فالراجل هنا بقول لك بقى there is not tea in the bucket. طبعا دي كلمه تي بس مقلوبه يعني خطا مطبعي. المهم a lot of tea. هتقول لي يا مستر مش تي اسم مفرد لا يعد، ما هو ينفع ناخد ماتش. هقول لك لا والله العظيم. طيب افرض هو ما جابليش a lot of في الاختيارات، فانا هضطر ان ناخد ماتش عادي لان في كتب قالت ينفع ماتش في الجمله المثبته مفيش اي مشكله. The woman not her child for being mean to his brother. المراه عملت ايه في ابنها لان هو كان بخيل مع اخوه او سيء الخلق او صليت مع اخوه. كلمه injected معناها حقن يعني ادي حقنه. rejected معناها رفض. reject يعني يرفض. scolded معناها شتمت يعني او سبت او نهرت يعني، بتساوي كلمه تل اوف اللي هي بتنقف. وكيلد معناها قتلت. مش هينفع لوليا تقتل ابنها يعني عشان هو شتم اخوه عادي ولعه. when he was young man عندما كان شابا علي work as a taxi driver. طيب بص يا برنس was used to انت عارف ان عايزه بعدها ان جي. got used to برضه عايزه بعدها الفعل ده ان جي. would مفيش حاجه اسمها would be في العاده. used to زي الفل يبقى انت هتقول used to. طب يا مستر مش هيقابلني وود خالص بي على ضمانتك. هقول لك لا يا حبيبي هيقابلك وود بي كتير في الانجليزي. عايزك تعرف ان وود بي دي ممكن يكون معناها لو يعني لو ممكن اقول لك ممكن استخدمها بمعنى او بتعبر عن العاده بمعنى اعتاد ان يكون، فده غلط ما ينفعش نستخدمه. لكن اقول لك اي وود بي هابي يعني قد اكون او ربما اكون سعيد، فتنفع عادي زي الفل. ما ينفعش نستخدم وود بعدها بي لو ده كلام عن العاده. وي نيو كلوز دراير ان اور هوم. عملنا ايه في غسلت الهدوم يعني في بيتنا؟ اكيد ركبنا. انستول معنى انستول يعني يركب، زيها كلمه فيكس يركب برضو. ديستروي يدمر، وريسك يعني يخاطر، ديكلاين يعني يرفض او يقل وينحسر. وود بي هو ان. طبعا ما ينفعش اقول لك انا اوصي هو ان، ولا انا اقترح هو ان، لكن اقتراحي هو ان، اقتراحي هو ان، او او توصيتي هي ان. فانا ممكن اقول لك ماي ريكومنديشن برضو هنا، ممكن اقول لك ماي ريكومنديشن would be توصيتي ربما تكون كذا. وكمل الجمله عادي تبقى جامده جدا. طيب if you have a question about your benefits، لو انت عندك سؤال فيما يتعلق بالبنفيتس الفوائد يعني او الارباح، talk to someone in the not department. هتكلم مع مين؟ مع حد في قسم ايه؟ اكيد ما دام ارباح وخسائر يبقى human resources. طيب human resources department لو قسم الموارد البشريه. it's not colder. colder دي صفه قصيره يا مستر، فبعد اذنك يا بره بره يا مور، لانه مور زائد صفه بيجي بعدها صفة طويلة بس. فأقول لك more expensive عادي، more ممكن أقول لك more dangerous عادي زي الفل. طب لو قلنا much more dangerous عادي جدا برضو زي الفل. طب لو أنا قلت لك more مثلا easy، غلط يا برنس. ليه؟ لأن more ما يجيش بعدها صفة قصيرة، والموضوع أنت مسجله عندك وعارفه.
طيب غير كده انت عارف ان كلمة فيري دي ما بيجيش بعدها، لا بيجي بعدها مقارنة وتفضيل ما ينفعش، فبيجي بعدها صفة من الصفات التي لا تقبل التفاوت، برضو غلط. ما ينفعش اقول لك فيري ديد ولا فيري ديدلي ولا كده من الكلام من ده. طب المهم ماتش كولدر، طب اتس ماتش كولدر، انت عارف ان ماتش هنا ينفع مكانها a bit، وينفع مكانها a little، وينفع كمان مكانها a bit او كمان a lot، اللي هما الظروف اللي بنستخدمها علشان نجيبها عشان نبين التفاوت في صفة معينة اللي احنا بنسميها ظروف الدرجة. اذا الاجابة اصبحت ماتش كولدر اكثر برودة. بقول لك ايلاند ريزيدنتس اللي هم نزلاء او سكان الجزيره ار كامبينينج، عاملين حمله تو سيف وات زي ار زي ساي، لكي ينقذوا ما يسمى ب ان امبورتنت نوت سايت، موقعا ايه مهم، هيريتج سايت يعني موقع اثري مهم، ماريج يعني زواج، باجج يعني اللي هي الامتعه، ولاجج يعني امتعه. ماي انكلز ديسيجنز، قرارات عمي، اون ديب ثوت، على التفكير العميق. بص هو عايز يقول لك ان قرارات عمي مبنيه على، وانت عارف اصلا الفكره اسمها بي بيست ان او بي بيست اون، بس انت اكيد عايز تفتكر الفرق بين بي بيست ان وبي بيست اون. خلينا نفكرك هنا في السبوره الجامده دي ونجيب قلم لونه مستفز شويه عشان نغير في الموضوع. عارف انت ان في بي بيست ان وبي بيست اون. بي بيست اون معناها قائم على او مبني على او معتمد على، لكن بي بيست ان معناها قائم في. على سبيل المثال اقول لك اور كومباني يعني شركتنا، اور كومباني شركتنا از بيست ان كايرو، يعني مبنية فين؟ في القاهرة، قائمة في القاهرة. لكن ممكن اقول لك اور كومباني برضو از بيست اون لاف اند ريسبكت، يعني قائمة على الحب والاحترام وكده وبتاع والسهوة كانت عارفها دي. المهم فانت ما ينفعش نقول هاد، لا ده ينفع نقول هات بين ما دام جاب لي بين، بس حضرتك عارف ان هو قال لك ماي انكلز كومباني ان شرك ماي انكلز ديسيجنز، معنى قرارات عمي على التفكير العميق. انت عايز تقول تبنى على او مبنيه على، يبقى ار اولويز بيست اللي هي رقم سي. طيب ما ينفعش ناخد ماي تام لان ما فيش فعل تاني في الجمله، ودي عايزه فيرب تو بي ما فيش، ودي عايزه فيرب تو بي ما فيش اصلا، فكلهم طلعوا بره. ات بوتس مي، بقول لك it puts one baby frog in each of these watery flowers، بقول لك بيحط ضفدع يعني صغير في كل من هذه الورود المائية. يعني انت عارف ان كلمة watery دي مائي صفة، وflowers ورود اسم، يبقى انت عندك صفة وبعدين اسم، وكلمة these دي بيسموها demonstrative يعني اسم اشارة وكده، فانت كلهم بادئين بالديمونستريتيف، فانت هتستبعد حتة الديمونستريتيف دي من الاختيار. بس مين بقى اللي جايب بعدها صفة وبعدين اسم؟ هتلاقي رقم دي الصفة الأول وبعدين اسم، فدي صح، مديني صفة وبعدين فعل، لا كلمة flowers دي مش فعل. طيب noun وبعدين noun، لا حضرتك هو التاني flowers noun لكن دي غلط، فهتلاقي مفيش غير رقم دي مع مظبوطة. التلوث هو تهديد لحياتنا على الأرض، جملة خبرية فاحنا محتاجين نقطة، ناخد نقطة يا باشا. بقول لك بعد كده الجملة بيقول لك فيها select، اسمع كده، supporting detail، يعني supporting detail يعني التبرير اللي ممكن نختاره للادعاء اللي قدامك ده. بيقول لك القيام بواجبك has many benefits، القيام بواجبك له العديد من الفوائد. حلو، ده دي جملة، دي topic sentence، عايزين نختار لها بقى ال supporting sentence، وعايز doesn't fit احنا هنختار الغلط المفروض يعني، بس هنقرا الأربعة الأول. لما أقول لك إن القيام بواجبك له فوائد كثيرة، ممكن نقول بعدها القيام بواجبك يساعدك أن تتذكر المادة بشكل أفضل؟ أه. طب القيام بواجبك بيستغرق وقتا كثيرا، وقت من الوقت الثمين بعد المدرسة؟ ما يعني هو بيضيع وقت بعد المدرسة؟ لأ، يبقى هو دي الإجابة الصح. الراجل عايز يقول لك إيه ما ينفعش نكتبه هنا؟ طبعا ما ينفعش أقول لك إن القيام بواجبك ده شيء له كثير من الفوائد حيث أنه يضيع وقتك، أنت كده بتهزر. طيب اللي بعدها بيقول لك زوز أولئك الذين يكملون أعمالهم وواجباتهم يؤدون بشكل أفضل في الامتحان، أه تنفع. لما تعمل واجبك إت ميكس إت إيزير، بيخلي الموضوع سهل إنك أنت تشارك في الفصل، أه ده برضه صح. طيب القطعة اللي بعد كده بقول لك يا عم مارشيسون فولز ناشونال بارك، مكان اسمه كده، حديقه اسمها كده، ان اوغندا از ا جريت بليس تو سي انيمالز ان ذا وايلد، ان ده مكان افضل ما يكون ممكن تشوف في الحيوانات البريه. ات از ذا كانتريز اولدست ناشونال بارك، دي اقدم حديقه قوميه عندهم يعني. ات واز كريتد ان 1952، عملوها 1952. توداي
There is a wonderful variety of animals and birds. فيها كمية حيوانات وطيور يا بني آدم مهولة. Including as many as 300 mountain gorillas. يعني فيها تقريبا أكتر من 300 غوريلا من الغوريلا الجبلية. The best time of year to visit is in the dry season of December to March. أفضل وقت تروح تزورها فيه هو في الوقت في الفصول الجافة بداية من شهر ديسمبر لحد مارس. This is because the grass is shorter and so it's easier to see the animals. الحشائش بتكون قصيرة في الفترة دي، فعشان كده انت ممكن تروح وتتفرج على الحيوانات، مفيش حشائش تستخبى فيها فهتكون ظاهرة قدامك. The park gets its name from a magnificent waterfall. الحديقة دي واخدة اسمها من مسقط مائي رائع جدا. Here the river Nile thunders down a 30 meter gap in the rocks. يعني في 30 سنتيمتر، لا ده 30 متر فجوة، يعني بعمق 30 متر وجاية من النيل. The spray clouding everything like wet smoke. البخار المية طالع كده كأن المكان فيه دخان. You can take a trip on a river launch to the bottom of the falls and see hippos. ممكن تشوف السيد قشطة والتماسيح بتسبح في المكان ده بشكل آمن. Or lying in the sun alone. أو إنك تشوفها بتتفرج على أو إنك تشوفها بتسبح في المياه أو ماشية على ضفاف النيل. The boats are piloted by park rangers. المراكب هناك عليها حراسة يعني بواسطة البارك رانجرز اللي هم الحراس اللي على الحديقة. Or you can take a walk in the forest. ممكن تتمشى كده في الغابة and see chimpanzees and monkeys or take ride in a jeep on a bumpy dirt roads. المهم ان انت ممكن تعمل انشطة كتيرة من بينها انك تتفرج على الحيوانات وتركب او تعمل رايد، يعني تتفسح كده على العربيات اللي هناك. Visitors stay in mud. الزوار بيقعدوا في المود هاتس اللي هو الاكواخ المبنية من الطين في معسكرات half a mile up the Nile على مسافة على ارتفاع تقريبا نص ميل ذهب up the hill from the river. The huts are simple but comfortable. الأكواخ دي بسيطة جدا لكنها مريحة. For bath عشان تستحم a basin of hot water is heated over the fire and brought to the visitors by a camp attendant. في حد كده بيجيب لك مية سخنة ومية آخر دلع. In the evening you can sit by a fire. في آخر اليوم ممكن تقعد جنب المدفأة eat and listen to the park rangers telling stories. الناس اللي هناك الحراس اللي في الحديقة بيخبرك بيحكي قصص والدنيا جميلة. They often talk about poachers. زي ما بيحكوا عن الناس المعتدين أو الجائرين الصيد الجائر يعني. For example على سبيل المثال they say that men in the north poach giraffes so they can make bracelets. يعني الناس اللي هناك بيصطادوا الزرافات عشان ممكن يصنعوا منها البراسلت اللي هي البتاع اللي تحط في الإيد دي اسمها ايه؟ زي الحظاظة كده والحاجات دي من الذيل بتاع الزرافة من شعر الذيل بتاع الزرافة. or ensure a good marriage أو يضمنوا زواجا جيدا. the accommodation الإقامة هنا is simple and uncomfortable. مريح بسيطة وغير مريحة، لا هي بسيطة ومريحة. simple but comfortable اه ما هو قالك في أماكن طينية بس هي مريحة. طبعا hard دي بره very simple but very uncomfortable. لا هي comfortable يا باشا. بعد كده رقم 21 بيقول لك park rangers often talk about بتكلموا عن men in the north poach giraffes stories of animals poachers stories of giraffe tail hair ولا bracelets of giraffe. هما ما بيحكوش عن البراسلت ولا بيحكوا قصص عن شعر الذيل. طيب بيحكوا قصص عن animals butchers عن صيادي الحيوانات ولا عن الزرافات اللي بيتم بيصيدها. بيحكي عن قصص عن الناس اللي بيصطاد الحيوانات صيدا جائرا، يبقى المفروض stories of animals butchers. بعد كده اللي هم بيصطاد الحيوانات دي علشان الحق، عشان سببين، عشان هي تقريبا فيها حاجه كده للجواز يعني بتعمل لهم حظ او كده، او ان هم بيستخدموا الذيل عشان يعملوا منه براسلت. كلمة بوتش قلنا بوتش دي معناها اصطاد، بوتش كان معناها الصيد اللي هو هاند. امال ايه تشيس؟ تشيس يعني طارد، يجري وراها ويسيبها. بلاي ويز يلعب معاها ودانس ويز يرقص معاها. وير دو فيزيتورز ستاي؟ بيقعدوا فين الزوار؟ ان امادي كامب في معسكر طيني ولا بيقعدوا في الريفر نايل ولا في البسين اللي فيه ميه سخنه ولا ان ذا سنوي هيل في المكان اللي هي اللي هو فيه تلج وكده؟ لا هو بيقعدوا فيه مادي كامب في معسكر من الطين، معسكرات طينيه. ذا بيست تايم افضل وقت تروح تزور فيه المكان ده هو في فصل السمر ولا الوينتر ولا المارش ولا ديسمبر. هنجيب دي من القطعه تاني بقى عشان انا نسيت. الراجل كاتب لك هنا بقى يا سيدي فور باث عشان تستحم، البسين في ميه سخنه يبقى كده شتاء، وقال لك في كمان هنا في المساء انت ممكن تقعد جنب المدفأه وممكن ما اعرفش سامع القياس كده، يبقى معنى كده ان انت افضل الاوقات اللي ممكن تزور فيها هي اوقات الشتاء.
الشتاء اللي هو وينتر، اللي هو وينتر 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 اللي هي ده. رقم بي دي حاجة. الحاجة التانية ان الراجل فوق قال حتة بقى، بس انا معرفش للاسف يعني، معرفش هو شهر ديسمبر لحد مارس ده فصل ايه بالظبط، انا حاولت استكشف يعني بس ما قدرتش افهم. ديسمبر لحد مارس ده يا ترى هو صيف ولا شتاء ولا كده؟ ده سؤال لو جالي انا في امتحان شخصيا مش هعرف احله للاسف يعني، ليه ما اعرفش الشهور دي فصل ايه بالظبط. بس انا استنتجت من المكان، هو بيقول لك ان انت بتتفرج ما اعرفش على ايه كده وبتقعد في قدام المدفاه، يبقى اكيد ده شتاء لان الدنيا بتكون برد. sitting by a fire gives visitors a chance to، لما تقعد جنب المدفاه فده بيدي الزوار فرصه ان هم يعملوا ايه بقى، see the river at night، يشوفوا النهر بالليل، ما قالش كده. have amusing talks، يتكلموا يعني حوارات كويسه. ولا see crocodiles swimming، ولا take a walk in the forest، يعني يتمشوا شويه بالليل في الغابه. احنا استرجعنا كده القطع تاني، الراجل قال لك هنا ايه بقى، قال لك ايه، they often talk about butchers، يعني بتكلموا، يعني معنى في القطعه قال لك حديث، كل حوار حديث وحكاوي يعني. يبقى انت بتحل وفقا للقطعه اللي هي رقم بي. طب يا مستر ما بيشوف الانهار في الليل، هو ما قالش كده في القطعه، انت بتحل وفقا للاراء اللي في القطعه. وير از ما اعرفش مورشن فول بارك ده فين، في اوغندا يعني افريقيا، في افريقيا برضه. ده سؤال للاسف علمي يعني شويه او معلومات عامه. بيقول لك as many as 300 mountain gorillas، الجمله السطر تحتها ده خط، ده بيقدم لك ايه بقى، هول فور بارت ولا بارت اوف ا هول ولا هول ولا هول فور انذر هول، يعني ايه بقى. بص الراجل بيقول لك ايه، في as many as يعني 300 mountain gorillas. ركز معايا في السؤال ده كده، الراجل بيقول ايه، there is a wonderful variety of animals، يعني في حيوانات كتير جدا هناك وطيور، بما فيهم يعني جزء منهم بيمثل 300 غوريلا، يعني معنى كده ان الغوريلات دول هم جزء من الحيوانات والطيور الموجوده كلها، يبقى كده بارت اوف اهو. ده سؤال رخم شويه في معناه بالعربي يعني اصلا، بس عموما الراجل بيتكلم هنا بيقول لك ان في حيوانات وطيور كتير جدا بما فيهم 300 غوريلا، يعني الغوريلات دي بتمثل جزء من الحيوانات الموجوده هناك، يبقى بارت اوف اهول. بيقول لك اوفر 20 مليون، اكتر من 20 مليون بني ادم ار امبلويد ان ذا كوفي اندستري، شغالين في مجال صناعه القهوه. they grow and sell enough coffee beans for 400,000 cups of coffee a year، يعني بيصدروا قهوه تعمل ممكن تكفي لعمل 400,000 كوب من القهوه في السنه. كوفي is worth more than any other industry in the world except oil، ولكن القهوة دي هي تستحق او تعمل يعني ايرادات محترمة جدا اكتر من اي حاجة في العالم ما عدا بس البترول هو اكتر منها. البرازيل alone، البرازيل لوحدها حوالي 300,000 coffee plants are looked after every year، بيزرعوا حوالي 300,000، لا ده 3 والله ما عارف رقم ده، 3 مليون ولا 3، لا 3 مليون، اكتر من 3 مليون نبات قهوه بيتم زراعته عشان في 6 صفار. The story was، القصه كانت كالتالي، though no one really knows the truth، ما حدش عارف الحقيقه يعني، that coffee was discovered in the country known today as Ethiopia، الناس كل او القهوه دي اكتشفوها في دوله تعرف الان باثيوبيا. A man called كالدي هو واز لوكينج افتر هيز جوتس، راجل اسمه كالدي كان بيهتم بالغنم بتاعته. نوتيسد ذات هيز جوتس وير فيري انرجيتيك افتر ايتينج ا سيرتن كايند اوف بيري، لاحظ ان الاغنام بتاعته بتبقى نشيطه جدا بعد ما تاكل نوع معين من البيري اللي هو التوت يعني. هي ديسايدد تو تراي ذا بيريز هيم سيلف اند فاوند ذات ذي جيف هيم ا لوت اوف انرجي، قال لك طب ما ادوق انا كمان ده او جرب البيري، لقى نفسه هو كمان نشيط. وين سام بريستس heard about this، لما بعض الرهبان سمع الموضوع ده، they dried the berries then made them into drink with water، الناس دول اللي هم الرهبان قالوا طب ما نعمل الموضوع ده كده، نطحنه ونجففه ونشربه احنا كمان. coffee was born، وهنا وردت القهوه. it was in Turkey، الكلام ده كان في تركيا. that the coffee drink we know today was first made، بقول لك ان الناس تانية بتقول لك لا ده هو مصنع في تركيا يا عم، اول مره صنع قهوه في تركيا. two Syrian businessmen brought the beans to Istanbul in 1550. The Turks heated the beans over a fire. الأتراك كانوا بيسخنوا القهوة في النار. Crushed them، بيطحنوهم. And then boiled them in water، وبعدين يغلوهم في المية. Coffee drinking became an important part of the Turkish life rather like the way tea did in Japan. القهوة في تركيا زي الشاي في اليابان بالظبط، هما الاثنين زي الفل. Also whereas in Western nations a man often chose a woman to be his wife because she was a good cook.
بقول لك زي ما في الدول، في بعض الدول يعني، ان الناس بيختاروا المرأة اللي بتعرف تطبخ، في تركيا بقى الناس بيختاروا النساء وفقا للقهوة اللي بتصنعها النساء دي. before they thought seriously about marrying her، يعني بتروح عندها تشرب قهوة، طلعت بتعرف تعمل قهوة، يبقى انت كده برنس، الف مبروك عليك الجوازة كده زي الفل. by the 18th century coffee had become an important part of European life as well. بقول لك بحلول القرن ال 18 القهوة أصبحت جزءا مهما في حياة الناس في أوروبا أيضا. في إنجلترا in particular، خصوصا the coffee houses of London became important meeting places for writers and men working in the government. بقول لك إن الأماكن اللي بتعمل القهوة، المقاهي القهوة يعني، بقت مكان مشهور بيتقابل فيه الناس اللي هم رجال الأعمال والناس الكتاب. in some ways Turkish coffee is similar to espresso coffee drunk in Italy. بقول لك إن القهوة التركية مشهورة زي القهوة الاسبريسو اللي بتتشرب في إيطاليا. It is dark and strong. قهوة لأنها أسود كده وقوية. And drunk from small cups، وتشربها من فنجان صغير لأنك ما تقدرش تشرب فنجان كبير. However، بالرغم من كده، it is made in completely different، اللي هي القهوة الاسبريسو، بطريقة مختلفة. And sometimes a spice called cardamom. بيضيفوا لها كمان توابل، توابل اسمها الكاردموم، حاجه كده اخر مسخره. از ادد اللي هو الهيل، يعني نبات اسمه الهيل، انا ما شفتش قبل كده بس، ولا كنت اعرفه قبل كده برضو الا لما شفت الكلمه يعني. تركيش كوفي، القهوه التركيه، از سيرفد فروم ابوت كول، بيقدموها القهوه التركيه بيقدموها باناء اسمه السيفز، ما اعرفش ولا ايه كده. ان ذا سيم واي ذات از تي درينكينج نيشنز سام بيبل تيل فورتشنز فروم looking at the tea leaves in the bottom of a cup. So in Turkey some people tell fortunes. بقول لك زي ما الناس بيحكوا او ممكن يحكوا لك حظك وكده لما يبصوا في كوبايه الشاي، لا في تركيا بقى يبصوا في فنجان القهوه ويقول لك انت ايه اللي فاتك وايه اللي جاي لك ان شاء الله، وايامك الجايه بيضه ولا سودة وكده. في تركيا in Turkey some people tell fortune from looking at what is left in their tea cup. لا تركيا مش بتاعت شاي يا باشا، تركيا بتاعت قهوه. What is left in their coffee cups اللي هي رقم دي. تركيا دي ناس بتاعت قهوه، بتقول لك انت حظك ايه وفقا للفنجان القهوه بتاعك، الحبه الشاي القهوه اللي بتسيبهم في اخر الفنجان. بيقول لك coffee had become important part of European life in the، بيقول لك ان القهوه اصبحت جزء مهم في حياه الناس في اوروبا في القرن الكام. هتيجي هنا كده الراجل قال لك هنا، قال لك هنا، قال 2018 اهو، بيقول لك باي يعني قبل او بحلول القرن ال 18 اصبحت القهوه مشهوره جدا في اوروبا. قبل القرن ال 18 يعني في القرن ال 17، فحضرتك هتختار له 17th century، وده سؤال حلو اتدرب عليه. Coffee was discovered from the first for the first time. القهوه اكتشفوها اول مره فين؟ في اثيوبيا ولا تركي ولا سوريا ولا برازيل؟ تعال نجيب الراجل قال لك هنا، بص كلمه اثيوبيا دي كانت في اول سطر هنا كده. بقول لك the coffee was discovered in the country known today as Ethiopia، يعني القهوة اكتشفوها في بلد اسمها ايه؟ اثيوبيا. يبقى حضرتك تختار لي اثيوبيا زي الشاطر رقم ايه. كلمة سيزيف دي refers to coffee powder ولا leaf ولا container. لا container هي كلمة تركية طبعا، فأكيد احنا مش هنعرف نقرأ تركي يعني، احنا هنقرأ العربي بالعافية أكيد والإنجليزي يعني، ها بنحبه. فالكلمة دي كلمة تركية، أكيد لو بتسمع مسلسلات تركية أنت أكيد عارفها، معناها container اللي هو الوعاء أو العبوة اللي بنعمل فيها القهوة يعني. الكنكة يا سيدي. What does Turkish women making good coffee indicate؟ المرأة التركية اللي بتعرف تعمل قهوة دي معناها ده بيشير لإيه؟ She is suitable bride، إن هي عروس مناسبة، ولا she must be president لأن تبقى رئيسة الدولة، ولا she must be single all her life، تفضل بقى عزباء طول حياتها عشان تعمل قهوة كويس، ولا she optimistic متفائلة، لا ده قال لك هي تبقى عروسة كويسة جدا وعروسة مناسبة لأنها بتعرف تعمل قهوة. Which of the following إيه من دول is true؟ صح. Coffee industry is the most profitable ever. لا ليه؟ قال لك ان هي تاني حاجه بعد البترول. Oil industry is the biggest in the world. صناعه البترول هي الاكبر في العالم، هو ما قالش كده. التركيش وير ذا فيرست تو ديسكفر كوفي، التركيين الاتراك يعني هم اول من اكتشف القهوه، لا اللي اكتشف القهوه اول ناس اللي كانوا في اثيوبيا. The priests in your Ethiopia opposed، يعني عرضوا شرب القهوة يا باشا، قال لك ده هم راحوا جابوها وجففوها وشربوها هم كمان. قالك يبقى الإجابة الأقرب هنا هي رقم B، oil industry is the biggest in the world. إيه الغباوة دي؟ ما هو الراجل قال في القطعة إن القهوة تاني حاجة بعد البترول، يبقى البترول هو أكبر حاجة فعلا. معلش هفوة، بس أنت لما تقرأ بقية الاختيارات هتلاقي الدنيا وضحت. Coffee was officially born when
درانك ات، بيقول لك ان القهوه اتولدت فعليا لما مين اللي شربها. واحنا رجعنا للقطعه في الاول كده، الحته بتاعت الرهبان دول اللي هي فين؟ كان في اخر الكلمه هنا كلمه اه وين سام بريستس. اسمع دي كده، الراجل بيقول لك ايه، هات لي لون مختلف، بيقول لك وين سام بريستس، لما بعض الرهبان سمعوا عنها هم جففوها وما عرفش عملوا ايه كده وشربوها، وهنا ولدت القهوه. يعني ولدت امتى؟ لما بعض الرهبان شربوها. يبقى لما ريليجيوس بيبول، الناس الدينيين دول شربوها، ناس اهل الدين يعني. طيب the story was though no one really knows the truth that coffee was discovered in the country known as Ethiopia. الكاتب هنا completely believes the story، مؤمن بالقصة تماما، ولا مش مؤمن يعني كافر بالقصة دي، ولا يبدو ان هو بيشك في القصة، ولا is never convinced of such a story، يعني مش مقتنع ابدا بالقصة اللي هو قالها دي. انت لو خدت الموضوع مأخذ ترجمة، انت بتقول القصة كانت بالرغم ان محدش عارف الحقيقة، يعني هو شاكك، يبقى هنا في doubts اللي هي رقم سي، seems to doubt the story. عارف انت لو قلت له هو تماما مؤمن بيها او تماما مؤمن يعني غير مؤمن بيها، غلط. لان الراجل قال لك ايه، القصه زي ما بيقولوا يعني كذا، معنى كده انه شاك في القصه. youth deserve to be aided and supported، يستحق الشباب ان يدعموا وان يساعدوا. for the responsibility of reconstruction، لان مسؤوليه اعاده البناء والابتكار تكمن او تقع على عاتقهم. طيب ما تيجي نشوف كده، انا لمحت كلمه وانا جيت عند كلمه شولدرز دي، لمحت كلمه ترهق دي فقلت لا هي غلط كده، وترهق دي فقلت دي كمان غلط كده، فاتنين كده بالصلاه على النبي طلعوا بره اللعبه. جيب بس القلم الاسود كده ونيجي. يحتاج الشباب المساعده والدعم لان مسؤوليه اعاده الاعمار والابتكار تقع على عاتقهم. يحتاج الشباب المساعده والدعم برضو لان مسؤوليه اعاده الاعمار والابتكار تقع على عاتقهم. هنا في الجمله قال لك ديزيرف، يعني ايه ديزيرف؟ يعني يستحق. في دي قال يحتاج، غلط، هو قال لك يستحق في الجمله الاصليه. يبقى كده الاجابه الصح رقم جي. تخطط الدوله لاعداد جيل من العلماء قادر على مواجهه تحديات القرن الحادي والعشرين. بص يا برنس، في الجمله الاولانيه بيقول لك the state plans to prepare a generation of scholars اللي هم الباحثين او العلماء capable of facing، قادرين على مواجهه the challenges of the 21st century. الجمله دي انا شايفها صح، بس انا مش هقول صح واكد غير لما تبص على الباقي. The state plans to prepare a generation of scholars capable of facing the challenges of the 21st decade. لا ده العقد، قولها اطلعي بره، ودي العقد، اطلعي بره العقد لو كل 10 سنوات. The state plans to prepare a generation of scholars able to، المفروض able to والمصدر، يبقى دي كده كمان طلعت بره، يبقى دي بره ودي بره ودي بره، يبقى احنا اتاكدنا كده ان الاجابه هي الاولى صح، خدها واجري بقى، يبقى انت كده حليت. السؤال بعد كده but you know، بس انت عارفه، I have no، انت عارف ان انا ما عنديش قلب. I am neither kind nor good، انا يا ابني لا طيبه ولا حنينه ولا عندي قلب. هل تعتقد ان بيب كان عنده حق انه يصمم على حبه لاستلا؟ هقول يس. ليه؟ because love always deserves our sacrifice، لان الحب دائما يستحق تضحيتنا. أو ممكن أقول no because he is now sure that she never loved him he should search for another love، لأنه دلوقتي اتأكد إنها ما بتحبوش وكان ينبغي عليه أن يبحث عن حب آخر. should Bib have told the soldiers about the convict، هل بيب كان المفروض يقول للجنود عن الكونفكت؟ هنقول ممكن نقول yes وممكن نقول no. يلا نقول yes، هنقول yes because the convict may be dangerous and may make many problems، لأنه راجل خطير وأكيد هيعمل مشاكل كبيرة. أو ممكن اقول نو. طب ليه؟ يعني نو اللي هي بيب المفروض ما كانش يقول للجنود عن الكونفكت. ليه بقى يا سيدي؟ because he looks a kind man who doesn't have anything to do because he is escaping now، لانه هو راجل شكله عطوف وما فيش حاجه يقدر يعملها لانه هربان اصلا، او he is escaping now. يعني خلصنا الموضوع كده الحمد لله، الامتحان الثامن خلص، هندخل بعد كده على التاسع.